بيحصل على الكرة إلى هاملتون إلى بندر، بيحاول ويحضر إلى بندر مرة ثانية إلى هارسون، هارسون يلعبها وتنحط من بندر في الجول. الله، جول جول، أول أهداف اللقاء بتسجل في الدقيقة 49 من شوط المباراة الأول. يضع هارسون، هارسون يسجل أول أهداف اللقاء، لاعب رقم 11 واحد لا شيء. راح نشوف مرة ثانية، أو هارسون اللي مررها إلى بندر، بندر بندر بندر، نعم بندر بروسلي هو اللي سجل، وتحضير من لاعب هارسون البرازيلي إلى بندر. خروج دغيم الرشيدي إذن، وسياج، ودخول ديانج والحساوي، كرة ملعوبة وتحضير مع المحاولة الآن لكن ما تمر لكاظمة، كان ممكن عبد الله، والخطورة إلى هاريسون، هاريسون بيلعب كرة عرضية وبر. الله الله الله، أول لمسة، أول لمسة بجول عمر حبيتر، باللمسة الأولى بيسجل أول أهداف الشخصية والثاني أهداف كاظمة، ثاني أهداف مع أول لمسة له بعد دخوله بأقل من دقيقة. عمر حبيتر بيخلص من كرة للصانع الماهر هاريسون، يصنع هدفين، والمرة هذه لعمر حبيتر. الله الله يا حبيتر، عمر حبيتر كما توقعنا أنه سيقلب الطاولة وبالتالي يسجل هدف ويضع الهدف في شوط المباراة الثاني في الدقيقة 75، بالدقيقة 75 ثاني الأهداف. لاحظ اللاعب هاريسون نجم المباراة، اللاعب اللي يقدم كرات وإسهامات في الناحية الهجومية، بيقدم كرة على طبق من ذهب مع اللمسة الأولى لعمر حبيتر.